شعلة الفخامة توقد من جديد. تاكومي أسلوب ياباني فريد يهدف للحرفية بإتقان واهتمام بأدق التفاصيل، تتجسد بمفاهيم طبقت لأول مرة في ليكزوس وفي العالم كتصاميم الإنسيابية. الهيكل الأقوى والأخف وزناً ومركز الجاذبية الأدنى، تصميم حرفي مبتكر لشبك الواجهة الأمامي باعتماد حرفية تاكومي الياباني الفريدة، تم صنعه باستعمال 5032 قطعة احتاجت أكثر من 6 أشهر لمعايرتها.